أنا أعتقد أن يعني مؤتمر الأمن والسلامة القادم اللي راح يكون يوم أعتقد يوم 17 أبريل جاي في الوقت المناسب، وأنا أعتقد هو امتداد كذلك لنشاطات مختصة في هذا الموضوع. لا شك أن أنا راح أتكلم من محور محدد اللي هو تأثير الأمن والسلامة وأهميتها كذلك في القطاع الخاص وفي القطاع الصناعي بشكل يعني أدق خلينا نقول. لا شك الآن أن الأمن والسلامة تعتبر محور مهم، مو بس محور مهم إنما تعاقديا لازم يكون عند أي شركة سواء في مجال إنشاءات أو في غيرها أو الصناعة، تعاقديا لازم يكون عندها خلينا نقول معلومات كفاية وكذلك جهاز متخصص بشري في هذا الموضوع، وإلا أساسا لربما كذلك ما يكون لها مجال تتعامل في المشاريع القادمة في المجال النفطي خلينا نقول بشكل خاص. إحنا إذا رجعنا إلى الخطة الخمسية وشفنا المشاريع المليارية، نعتقد أنه من الخطأ أن أي شركة تهمل هذا الجانب، لأن هذا جانب مهم جدا، أهميته مو بس لأنه موجود من ناحية تعاقدية، وإنما كذلك مهم كذلك لحياة الإنسان العامل في هذه المشاريع أيا كان وأيا كان المستوى. إحنا نحب كذلك قطاع خاص اللي إحنا دربنا وتمينا في الجهاز اللي عندنا، يهمنا أن يخرج الصبح من عمله ويرجع كذلك آخر النهار شكل ما خرج سالم إلى أهله. هذه الرسالة اللي إحنا نريد نؤكدها. أنا يمكن أقولها في جملة واحدة ولكن هي صعبة التحقيق وسهلة التحقيق في نفس الوقت. صعبة التحقيق إذا لم ندرك هذه الأهمية، وسهلة التحقيق إذا تابعناها راح نشوف أن تنعكس إيجابا على عملنا، ولربما من ناحية فنية ومن ناحية اقتصادية كذلك. يهمني كذلك يعني في هذه الكلمة القصيرة أن أنا أشكر القائمين على هذا المؤتمر، والله يقويهم على اللي قاعد يسوونه، ويعني إن شاء الله نشوف ثمرة إيجابية من وراء هذا الموضوع. شكرا جزيلا.